أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد وشواهد، وضيفي في هذا المشوار، هذه الحلقات، الكاتب والباحث السياسي المعروف الأستاذ وليد الزبيدي. في الحلقات الماضية كنا نتحدث عن بدايات احتلال العراق، قبل احتلال العراق بفترة، مقتربات احتلال العراق وبدايات احتلال العراق، دخول القوات الأمريكية إلى المدن العراقية وبالذات إلى بغداد يوم 9/4/2003، كان تاريخا مؤلما. كثير من الشواهد تحدث عنها الأستاذ وليد خلال الحلقات الماضية. اليوم نستكمل حديثنا فيما يخص هذه الفترة التي يعني شكلت يعني حالة فريدة في تاريخ العراق الحديث. الاحتلال حالة كبيرة، كارثة كبيرة وقعت على العراق والعراقيين. كيف تصرف أبناء العراق؟ كيف كانوا يرون الاحتلال؟ وكيف مخرجات الاحتلال اليوم؟ ربما سنصلها هذه في الحلقات اللاحقة. دعوني أولا أرحب بضيفي وضيفكم الأستاذ وليد الزبيدي. أهلا ومرحبا بك أستاذ وليد الزبيدي في حلقة جديدة من برنامج شاهد وشواهد. مرحبا أستاذ وليد. كنا في الحلقات السابقة أو الحلقة الماضية قد وصلنا إلى يوم 9/4، وتحدثنا عن مشاهد النهب، مشاهد الحرق التي حصلت في بغداد وبعض المحافظات، ربما بعض المحافظات، كثير من المحافظات لم تحصل فيها هذه، وكنت قد أشرت إلى قضية مهمة ربما مجتمعية هي تؤشر هذا النسيج الاجتماعي في العراق، أن المناطق التي لم تشهد فيها سرقات ظهرت فيها المقاومة، ظهر منها مقاومين، والمناطق التي كانت فيها هذه القضية لم نشهد منها من قاوم الاحتلال أو هكذا يعني. فقط دكتور، نعم، الذي قلته، نعم، يعني ليس منطقة بأسرها، نعم، وإنما الذين نهبوا وسرقوا لم يشتركوا في المقاومة، نعم، فعلا، يعني نعم، ليس، نعم، حصرا بمنطقة واحدة، نعم، 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 فعلا هذا صحيح، صحيح. في تلك الفترة أستاذ وليد كان العراق قد عاش، وأنت حضرتك حددتها، ب500 يوم بلا سلطة، لم تكن هناك سلطة سوى سلطة احتلال، قوات أمريكية، قوات احتلال، يعني في الشوارع نراها بالدبابات والهمرات تستعرض بقواها، تعتقل، تقتل، تضرب، قوة غاشمة موجودة، لكن كسلطة عراقية موجودة على الأرض لها هيبة الدولة، هيبة السلطة، لم تكن موجودة. لكن مع ذلك كان المجتمع العراقي، يعني نسيج الاجتماع العراقي، يدافع عن نفسه بطرق وأخرى. في ربما يعني نتحدث بهذا الموضوع، لكن دعني أشير أيضا إلى أنه يعني عينوا حاكما للعراق في ذلك الوقت الجنرال غارنر، وبعده بفترة قصيرة يوم 12/5/2003 جاء سيء الصيت الحاكم الأمريكي بول بريمر، الذي حكم العراق سنة، وبعد أن غادر العراق كتب كتابا عام قضيته في العراق، كان مليء بالأحداث ومليء بالمذكرات التي يعني تدمي القلب وتعري حتى من حكموا العراق ويحكمون العراق لغاية هذا اليوم. لكن أريد أن يعني أركز على قضية قالها في أول خطاب رسمي له، يعني في أول بيان رسمي صدر من عنده، قال إننا لسنا هناك قوة استعمارية، نحن هنا كي نعنى بأمر الشعب العراقي بأسرع وقت ممكن. كأنه يتحدث عن شعب قاصر، شعب عليل، وهو من هو وأمريكا من سينقذونه بعد أن دمروا البلاد. كيف ترى تلك الفترة، ملامح تلك الفترة؟ العراق يعيش في فوضى، البوصلة في كل الاتجاهات حتى لو كانت اتجاهات السيئة غير معروفة، الأوضاع تمضي إلى الأسوأ، يعني عكس كل الشعوب، كانت كل الشعوب تتطلع إلى الغد الأفضل، لكن أهل العراق كانوا يرون، والكثير منهم كانوا يرون، أن الغد سيكون أسوأ من اليوم، من الحاضر، ومن الأمس. كيف كنت ترى تلك الفترة؟ ما هي أبرز ملامحها؟ هو أشبه بالصدمة الحقيقة، لأنه يعني كان قراءة الأوضاع في العراق قبل الغزو الأغلب يبنوها على الآتي، نعم، أنه أمريكا دخلت قرن أمريكي، القرن 21، من مصلحتها أن تدخل للعراق تبني نموذجا فريدا.
هي قالت هكذا. هي قالت طبعا. نعم. فريدا لكي تغري الدول الأخرى تستقبلهم. نعم. وتخيف دول أنه لا تنهض أو تقاومهم أو تقف بالضد منهم. نعم. فمن الأمر الطبيعي أنه أمريكا تبني بلد وهذا البلد مليء بالثروات، لكن يحتاج إلى الآتي: يحتاج أن تعتمد على الكفاءات الحقيقية، ويحتاج أن تكون أموال هذا البلد للبناء والتنمية. نعم. وكان هذا يعني حتى لخدمة الأمريكان يفترض يشتغلوا بهذا. نعم. يعني أي واحد من يكون عنده منتج، خلينا نعتبر التجربة العراقية منتج أمريكي. نعم. يحرص أن يكون هذا المنتج مالته ممتاز حتى يسوق للآخرين. أكيد. خاصة العقلية الأمريكية. نعم. هي عقلية اقتصادية قبل أن تكون سياسية. نعم. فكان هكذا تصور أنه الأمريكان سيبنون تجربة فريدة في العراق، العراق سيكون دولة تنهض بسرعة أو أسرع بكثير مما حصل في اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. السبب أنه العراق فيه كفاءات، فيه بنية تحتية، المدن لم تدمر كما حصل في الحرب العالمية الثانية. العراق لديه أموال كانت محتجزة في الأمم المتحدة، يعني ممكن استخدامها لانطلاق فورا بناء مدارس ومستشفيات وطرق. فكان تصور هكذا أنه ستكون تجربة بهالشكل هذا. ولكن كان حتى عذرا المقاطعة أستاذ وليد، كانوا يتحدثون حتى أن البطاقة التموينية ربما 60 مفردة ستكون فيها، قضايا غريبة عجيبة، كانوا يمنون الشعب بهذا الاتجاه. هذا على صعيد الحياة اليومية، ولكن التنمية تتطلب بنى تحتية في التعليم، في الصناعة، في الزراعة، في البيئة، في كل الصحة وغيرها. فكان هكذا يفترض الشروع، أن تأتي الثروات ويبدأ تطوير الصناعة النفطية لكي يبنى العراق خلال سنة مثلا ملامحة. يمكن دول أخرى تقول يا أمريكا تعالوا خذونا احتلونا حتى تعملوا مثل تجربة العراق. فحصل أنه مع بداية الحرب وصل بول جي جارنر الجنرال المتقاعد الأمريكي ومعه فريقين عمل، وصلوا للكويت حتى يدخلوا لاحقا، فريق من المستشارين الأمريكان واللي يفترض شكلون فريق العمل مالته الحكومي. وحتى أذكر كان من بين الفريق سيدة أمريكية. نعم. فقالوا في وسائل الإعلام أنه بغداد ستكون حاكمتها امرأة، أمينة بغداد ستكون امرأة أمريكية حاكمة بغداد. نعم. طبعا هذا يعطي انطباع أنه هؤلاء يريدون أن ينتقلوا بالعراق انتقالة أخرى، حاكمة امرأة، تجربة الأمريكية يطبقوها على العراق بهالشكل هذا. وفعلا والفريق الثاني كانوا العراقيين اللي دربتهم السي اي اي في براغ وفي أمريكا، واللي سموهم بعدين فريق الإعمار أو شيء من القبيل هذا، وانتظروا بعد انتهت الحرب وصلوا إلى المنطقة الخضراء. من 10/4 يعني خلال 20 يوم إلى بداية شهر الخامس حصل ارتباك في البيت الأبيض، في الإدارة الأمريكية حصل ارتباك، لأن بعد ليس هناك أي ملامح كيف ينقلب الموضوع ويتم تغيير جي جارنر بشخص آخر لم نكن نعرف من هو الشخص الآخر. بعد خطاب الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في 1/5/2003، نعم، أي بعد 3 أسابيع تقريبا من على حاملة الطائرات إبراهام لينكولن. نعم. وهذا حقيقة قراءة الخطاب هذا مهم جدا، لأنه بوش أعلن الانتصار في الحرب.
انتهاء العمليات الحربية نعم. والانتصار في الحرب هم يبدو دخلوا في وهم، كما قال قادة أمريكيين بعد ذلك أنه صوروا لنا الوضع أنه في العراق لن تطلق إطلاقة واحدة على قواتنا، وأن العراقيين سيستقبلوننا بالورود. هذا طبعا الكلام قاله بالنص بول وولفتس نائب وزير الدفاع الأمريكي في تموز 2003 يعني بعد 3 أشهر في بغداد. قال صدمنا بثلاث أمور. الأول يفترض أن لا تطلق إطلاقة علينا، ويوميا يقتل جنودنا ومجنداتنا في العراق، هاي في بداية الاحتلال. الأمر الثاني قالوا لنا بأن كل العراقيين سيستقبلوننا بالورود والزهور، وهذا لم يحصل. وأخطر شيء لم نجد من بين السياسيين المعارضين شخصية واحدة أو بهالمعنى تفهم في العمل الإداري والحكم. فهكذا كان التصور. فبسرعة غاب غارنر وفريقه، وبقى طبعا فريق العراقيين وبعض المستشارين، وتم تداول اسم بول بريمر. بول بريمر من الشخصيات المعروفة طبعا بالمصايب على الدول. فوصل يوم 12 أو 13 12 5 يوم 12 5 12 5 2003 نعم. وبدأ يبشر العراقيين، وبدأ الفريق اللي يعمل معامل العراقيين يتحدث أنه بول بريمر عايش في المنطقة الخضراء بدون كهرباء، يعني من ضمن القصص اللي يتحدثون بها. تقريبا بعد أسبوع زار منطقة الكرادة. احنا عندنا تصور انه الامريكي لا يتحدث بوعود وانشاء، ويستندون الى دراسات وتقارير. يعني عندما قال في مدينة الكرادة بعد اسبوع من وصوله، ما زلنا في شهر 5، قال بان العراق سينعم بالكهرباء خلال اسابيع، واحنا ورا 14 سنة والعراق بلها كهرباء. هذا حاكم امريكي قال هالكلام. قبل بوش في 1/5 أعلن الانتصار الكبير، وفي نفس اليوم اللي أعلن فيه كان أمريكان يقتلون في بغداد، سنتحدث عن هذا لاحقا إن شاء الله. نعم. بريمر بدأ يرتب الأوراق. أعلنت الإدارة الأمريكية أنه سيكون هناك مجلس سياسي، لم يأتوا على ذكر في تلك الفترة مجلس الحكم. نعم. مجلس سياسي ذات صفة استشارية. وبريمر قال نحن واقون بالعراق 4 سنوات، بعد ذلك نسلم الحكم العراقي. ولكن يبدو أن الأحداث الأمنية وتصاعد المقاومة اللي لم يتوقعوها بدأت تقلق إدارة البيت الأبيض. هذا أمر صدمهم، وأنا يعني أوصف الصدمة والترويع العراقية كانت. ما هو كان عندهم صدمة وترويع إعلامية علينا وعسكرية، هاي صدمتهم وأربكت كل مخططاتهم. والدليل أنه هم لم يأتوا بشرطة متخصصة بالأمن الداخلي. الجيش الأمريكي لا يفهم شيء في أمور الأمن الداخلي، الجيش قتالي. كان مخطط على سبيل المثال أو معلن أنه المارينز يعودون في 30/5 إلى أمريكا. بهاي الفترة اللي ازدادت بها المقاومة تم الإعلان أنه عدم عودة المارينز إلى الولايات المتحدة لوقت آخر. في الوضع الأمني تصاعد المقاومة، عدم وجود من معهم من يستطيع أن يدير ملف الإداري السياسي، أربك إدارة البيت الأبيض. ولكن لأنه البيت الأبيض معروف بأبهته، يعني قد لا نتلمس هذا الارتباك فيه. ولكن حقيقة بالواقع أنه إحنا باقيين 4 سنين راح نبني العراق، هذا لم يحصل. وول بريمر بدأ بهذه التصريحات، وبدأ يتصل بالسياسيين العاملين مع القوات الأمريكية أو التحقوا لاحقا بهم من الداخل.
في شهر السادس أو منتصف السادس بدأ الإعلان عن العمل على تشكيل مجلس حكم. وفي الواقع يعني بول بريمر كان مستشار القانوني شخصية خطيرة جدا. فريدمان. نوح فيلدمان. فيلدمان. نعم. هذا نوح فيلدمان يهودي أمريكي من أصل. الذي كتب الدستور. هو الحقيقة ما كتب الدستور. كتب إدارة الدولة. قانون إدارة الدولة. نعم. قانون إدارة الدولة اللي وضع كل مصائب العراق من فتنة طائفية ومجتمعية. من فتح نوافذ للسرقات وحماية اللصوص والسارقين والجرائم، هذا تم الاتفاق على أسسه في مؤتمر لندن في ديسمبر عام 2002. وهذا نوح فيلدمان يقال أنه من أصول عراقية، يهودي أمريكي. نعم نعم، وهكذا يهودي أمريكي بس عائلته من بروفيسور يهودي. بالقانون، هو بروفيسور بالقانون متخصص بمكافحة الإرهاب. نعم، وهو شاب بالمناسبة. نعم. مو كبير في وقتها. نعم. كان بالثلاثينات. فبدأ عملهم باتجاههم، الاتجاه هو وضع وثيقة قانونية ودستورية اللي هو قانون إدارة الدولة، وهذه هي تفصل الحكم، اللي تفصل مجلس الحكم، اللي أول مرة في تاريخ العراق يجيبون تشكيلة على أساس طائفي وعرقي. نعم. وضعوا نسبة وتناسب، وهي طبعا لغت شيء اسمه الكفاءة. نعم. وبذرت كل بذور الفتنة في المجتمع اللي لحد الآن تداعياته. وعمل بول بريمر بهذا الاتجاه، وفي كتاب السنة في العراق حضرتك ذكرته، عام قضيته في العراق. نعم. عام في العراق، تحدث عن السياسيين، تحدث يعني فضحهم حتى. نعم. هم الذين عملوا معه، فضحهم. وبعد ذلك حصل في العراق ما حصل، طالما نتحدث عن بريمر، ويمكن أن نفهم طبيعة الحياة التي كان يعيشها عندما غادر العراق في 28/6/2004 وسلم الحكم للدكتور أياد علاب. نعم. كان في توديع، هو كان يفترض نهاية الشهر يروح، يعني حسب ما مكتوب ومعلن، ولكن يعني غادر العراق بعد أن ودعوه 4 أو 5 أشخاص فقط. قبلها يومين أو 3 التقت في قناة CNN، ولقاء طويل، ولكن من لقاء سؤاله ماذا ستعمل في الولايات المتحدة؟ عادة واحد طالع يعني عن مشاريع، يعني مثلا يقول أكتب مذكراتي مثلا، كان جوابه معبر و يعني حقيقي وأترف. قال أول شيء سأعمل سأنام، لأن الأصوات الانفجارات التي تحصل والهجمات علينا لا أستطيع أن أنام هذه الأشهر كلها. نعم. كان قصف على المنطقة الخضراء وبغداد وغيرها، وهذا حقيقة يختصر أنه مو بس بريمر، سواء كانوا حكوميين ومسؤولين عراقيين وأمريكيين وبريطانيين، كيف كانوا يعيشون في تلك الفترة؟ ما هي طبيعة الأرض اللي تحتهم، تهتز ولا ثابتة؟ بالضبط. نعم. ماذا أنتج مجلس الحكم الذي أسسه؟ قبل نتاج مجلس الحكم أستاذ وليد، أريد أن نعود إلى هذه القضية، ما الذي أنتجه مجلس الحكم، ربما حتى لا تفوتنا. حضرتك ذكرت لي في يعني 500 يوم العراق كان، نعم، على المستوى التعاملات المجتمعية، يعني العلاقات المجتمعية كانت مستقرة ربما، لكن في نفس هذا المستوى كانت فرق اغتيال تتجول في العراق تغتال. وحضرتك جئت على ذكر الكفاءات، أساتذة، علماء، كان النهب يجري على مصانع الدولة العراقية اللي أسسوها العراقيين تراكميا من عام 21 من تأسيس الدولة العراقية لغاية 2003 بدأ تنهب وتقطع ويعني تصدر إلى خارج العراق، وتحديدا إلى إيران. كثير من المعامل ذهبت إلى باتجاه إيران، كثير من الأسلحة المعدات ذهبت باتجاه الشمال وباتجاه إيران، يعني الأبحاث النووية، الأبحاث في كل مكان، مراكز الحبوب، كل هذه كانت خلال هذه 500 يوم كانت مستهدفة.
ربما البعض يتحدث أنه هم كانوا لديهم مهمات أخرى جعلتهم يعني يتركون المجتمع بهذا الشكل، ولا لو لم تكن لديهم مهمات كانوا تدخلوا في المجتمع وكان انقلبت الصورة منذ أول يوم. كيف ترى الأمور أنت في تلك الفترة؟ وفي الواقع تفضلت به صحيح ودقيق، لكن ما يتعلق باغتيال العلماء هو ظاهرة اغتيال العلماء من ضمنهم الأساتذة وعلماء الذرة وكل العلوم وتحديدا ضباط والطيارين وأطباء ومهندسين. نعم هذه فئة العلماء نسميهم. الفئة الأخرى الطيارين والضباط بشكل عام. نعم. للأمانة التاريخية الفئة الثانية لم تعلن جهة أنه تقتال تستهدف، اللي هم الطيارين والضباط. نعم. يعني إعلان رسمي، ولكن قبل الحرب أعلن الموساد عن قائمة تضم 500 عالم عراقي، يعني أعلنوا عن مشروع تصفيتهم. نعم. من يصفيهم طبعا الذي يصفي يصفي بطريقة تعرف حضرتك أمنية عالية. نعم. وهذا مشروع استمر، يعني طبعا تصفي العلماء ليأتي الجهلاء، فتحولوا العلماء في العراق إما مقتول أو مسجون أو متعاون مع السلطة الجديدة وفق ما تريد، يعني حسب ظروف الشخص لا نعرف كثير صارت هناك حاجة وهناك رغبة، أو مهاجر خارج العراق. فبدأ الرعب يتجه إلى هاي الكفاءات. أنت عندما تفرغ البلد من العلماء وعندما يغتال الطيار والضابط، هذا يخدم مستقبلا كل دولة عندها قضية أمنية والعراق، لأن في كل المجتمعات وفي العراق تحديدا نرى عوائل طالما أن الجد كان ضابط فأولاده وأحفاده ضباط، لأن هناك رمزية هناك احترام هناك. أما عندما يصبح وجود الأب وهو ضابط كبير كان أو طيار مرعب للعائلة لأنه ضابط، فهاي الرمزية أصبحت سلبية عند الجيل الجديد. نعم. لن يذهب بحماس الشباب حتى يصيرون ضباط أو طيارين. العلماء مسارين، مسار الاغتيالات ومسار تخريب التعليم. هذا اللي حصل في السنوات اللاحقة، وهو برنامج تم تخريب التعليم بطريقة عبثية. يعني من البداية أستاذ وليد عذرا للمقاطعة، أنا شاهدت يعني مثلا مجمع الكليات في باب المعظم، مجمع كلية الآداب وكذا، الحرق كان يذهب باتجاه مكتبة الدراسات العليا، ماجستير يعني رسائل ماجستير وطروحات الدكتوراه والشهادات ومراكز الشهادات والتوثيق، هذه اللي كانت تحرق. وشهدت بعض الأساتذة أصدقاء وزملاء كانوا يبكون يعني يشاهدون هذا المنظر من بعد، وعصابات لا أحد يستطيع أن يتقرب، كانوا حاملين سلاح ولا تعرف منهم هل هم من أهل العراق من غير مكان أمريكان إيرانيين، لا أحد يعرف، لكن كان الحرق أما أكوام وتحرق، يعني هذا جزء منها طبعا معروف صحيح. يعني حتى المكتب الوطنية نهبت، بعضها معروفين نهبوها وثائق يعني ما موجود مخطوطات، ولكن بهذه الجزئية أنا حقيقة أتألم لما كنت أتابع أو أشاهد. كان الحديث عن الفتنة الطائفية قبل الحرب كثير جدا. نعم. كتب كثير، لكن بعد الاحتلال طبقة اللي تطلق عليها يعني بين هلالين نخب تحدثت ومارست الطائفية في حين عامة الناس لم تمارسها. تمام. يعني أنا كنت أشاهد مثقفين وأساتذة الجامعات وكفاءات ومن كل الجهات هم الذين يتحدثون بالطائفية كأنهم مؤدلجين بهذا الاتجاه. هو التفسير أنا ما أسميه مرض، يعني ليس مرض طائفي بالعراق حقيقة، ربما هناك بعض الشوائب ولكن ليس هناك مرض طائفي، ولكن هؤلاء يبحثون عن مصالح، يتحدثون بما تريده الأحزاب الإسلامية السنية وما تريده الأحزاب الإسلامية الشيعية وما تريده الأحزاب الكردية
لكي يحصلوا على مناصب ومغانم، وهم يعني لا يدركوا بجهل عدم دراية في الحالتين كوارث هاي. نعم. إنه مجرد الحديث وهو مثل أستاذ جامعة أو قاص أو شاعر أو صحفي هو أو رجل دين أو شيخ عشيرة، هاي الفئات كلها عندما يتحدث بمرض هذا يعدي الناس اللي يسمعون له يتأثرون به. ولكن للأمانة العام من الشعب العراقي، نقول للطبقة الوسطى، ما كانت تتحدث لا بهذه النفس ولا بهذه اللغة، بالعكس على العكس من ذلك. فطبعا كان الاستهداف هاي الفئات نعم على نطاق واسع، واضطر الكثير يهرب، والأمريكان بالمناسبة اعتقلوا الكثير منهم وتعرضوا للتعذيب من العلماء. موضوع أنه انشغلوا بتفكيك مثل المصانع ومنظومات البنى في العراق عفوا، وتركوا المجتمع بعيد عن الفتنة. الفتن في المجتمعات تكون مجتمعات جاهزة للفتنة، يعني مجرد أنه يجدوا الفرصة للفتنة تنفجر عندهم الفتنة. ولكن في العراق هذا الأمر لم يحصل. في عام 2006 كنا في ندوة في البي بي سي إذاعة، وكان حوار حول احتمال الحرب الطائفية في العراق. كنت قد غادرت العراق في تلك الفترة؟ لا، ما زلت كنت في العراق. نعم. كان الطرف الآخر الضيف الأستاذ الكاتب الكبير جهاد الخازن. نعم. معروف طبعا الرجل، لبناني هو بس مقيم في لندن. فتحدث بطريقة الرجل وكأنه العراق غدا ستنفجر فيه حرب دموية بين السنة والشيعة. نعم. فأنا طبعا يعني أعطيته صفة هذا كان بعد أحداث التفجير بالمرقدين؟ نعم، بعد إشباط 2006. أستاذ وليد، لنتوقف هنا يعني ونستكمل هذا الحديث، لأنه يعني مضطر للذهاب إلى فاصل، وسنكمل هذا الحديث. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود إليكم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وحنستكمل الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامج شاهد وشواهد، وضيفي وضيفكم الأستاذ وليد الزبيدي الباحث والكاتب العراقي المعروف. أستاذ وليد، كنا نتحدث قبل الفاصل عن يعني مشاركتك في ندوة بالبي بي سي عن احتمالات الحرب الأهلية، كانوا يتحدثون عن حرب أهلية قادمة. هل كانت هذه الندوة بعد أحداث سامرة مثل ما سألتك؟ هل كانت بعدها؟ نعم. كان فعلا الجو مشحون في العالم، وسائل الإعلام تتحدث عن قرب الحرب الأهلية والاصطدام، وكانت الأفعال في العراق كبيرة. ماذا جرى في تلك الندوة كنت تحدثني عنها؟ نعم، هو لكي نوضح ما تفضلت به حول 500 يوم والعراقيين نعم. لم يصطدموا. نعم. لم تحصل فتنة وبدون نعم. سلطة. فكنت أرد على الأستاذ جهاد الخازن في الحوار، وقلت الأستاذ جهاد أعتقد تصور أنه الشعب العراقي سيدخل في دماء وقتل غير دقيق، وتحدثت عن العوامل المانعة أو التي تقف بوجه الحرب الأهلية، وشرحت العامل الجغرافي والتداخل والعامل الاجتماعي والتزاوج، يعني هذه الموجودة في العراق. أنت تتحدث عن عشائر فيها السني وفيها الشيعي والمصاهرة والتركيبة المجتمعية وجغرافية. نعم. التداخل أيضا. نعم. فبعد أن شرحتها اللافت أنه اعتذر الأستاذ جهاد الخازن، قال أنا اعتذر كلامي مو دقيق، وهذا لو كاتبه بمقال قبل النشر كان حذفته، ولكن كلامه راح. نعم، اللي تفضل بأستاذ وليد الزبيدي قراءة دقيقة وصحيحة. والمجتمع العراقي، وهنا النقطة المهمة، مجتمع يختلف عن المجتمع اللبناني. أنا عكست طبيعة المجتمع اللبناني على المجتمع العراقي، ولهذا احنا بلبنان أول هزة تعرضنا لها بال75 اندلعت حرب طائفية وأهلية في لبنان. طبعا هذا الحديث في شهر 3 يعني آذار 2006، و يعني هو ليس تفاؤل بالشعب العراقي. أنا أرى أنه الشعب العراقي متماسك رغم كل التأثيرات ومحاولات جرجرته إلى الفتنة والطائفية. ف
فنعم كان اتجاه يخرب الصناعة ويدمر البنى حتى الزراعية وكل شيء، وكانت المحاولات مستمرة. يعني من ضمن المخطط الأمريكي بالمناسبة المؤكد أنه عندما فتحوا أبواب مخازن السلاح الهائل للجيش العراقي السابق، نعم، كان هو لتسليح الناس لكي تتقاتل فيما بينها. اللي حصل خلاف لكل تصوراتهم أنه بعض بدأ يتاجر بالأسلحة، يبيع ويشتري، معروف. احنا لم تكن لدينا تجارة مجتمعية بالسلاح، لم تكن في العراق يعني قادرة. عندما أصبح في الشوارع، نعم، ولكن أنا أقصد قبل 2003 لم تكن، نعم، عندنا هذه، نعم. ولكن اللي لم يحسبوا حساب أنه قبل أن تنتهي الحرب بدأ شباب يفكروا بجمع الأسلحة لكي يقاوموا الأمريكان، نعم. فشوف الخطة الأمريكية أنه يعني افتحوا أبواب السلاح للعراقيين لكي يقتلوا بعضهم بعض، ما صار هذا. الشباب أخذوا أسلحة قتلوا الأمريكان، فهاي المفارقة في الصورة، نعم، وهي اللي أربكت حتى المشروع الأمريكي. فكانت خطوات مجلس الحكم تحدثنا عنها بالعودة إلى مجلس الحكم، نعم، نعم، حقيقة خطير جدا، لأنه هو المرحلة الثانية من مشروع تدمير العراق بعد اجتماعات لندن في للمعارضة 2002. بدأ تكريسه فيما سمي بقانون إدارة الدولة. هذا القانون يعني الآن عندما كنا نقول بأنه خطير على العراق ومستقبله، الآن واحد من أكبر المشاكل في العراق التي قد يعني تفضي إلى دم وقتل، والآن اللي حاصل وضعوا فيه قانون المادة 58 التي تخص ما يسمى، اخترعوا مصطلح اسمه المتنازع عليها، والتي نقلوها إلى الفقرة 140 الدستور اللي استفتح. ويبدو الدستور نسخة طبق الأصل من قانون إدارة الدولة، يعني استنسخوه. هو الأساس تم الاتفاق عليه أن يتم تقاسم السلطات على هذا الأساس في مؤتمر لندن. تم يعني نقلة من الاتفاق إلى وثيقة قانونية في قانون إدارة الدولة. قانون إدارة الدولة طبعا يعني استمروا النقاشات به فترة طويلة كما تتذكر حضرتك. تم الإعلان عنه في 16/11/2003، نعم، إلى 8/3/2004 تم الموافقة عليه. وسألت الآن في أحد المرات، نعم، السياسي العراقي الكردي دكتور محمود عثمان، نعم، بيناتنا اتصالات من ذلك الوقت، والرجل يعني موضوعي هو، فسألت تحدثنا بالله عن قانون إدارة الدولة دكتور، لأنه عليه لغط كثير، نعم. قال باختصار قانون إدارة الدولة يجيبونا فصل فصل من اللغة الإنجليزية مكتوب، ترجم للعربي، نختلف يومين ثلاثة أيام مجلس الحكم، يجي يدخل علينا بالبرامر يقول وافق ونوافق. هذا بالنص الكلام هذا. فحقيقة بدأت يعني الخطوة الثانية أنه هذا عضو مجلس الحكم إلى وزارات، هذا الحزب إلى وزارات، وصلنا الآن وزارة الحزب الفلاني من الوزير إلى الفراش في الدوائر دولة يجب أن يكونوا من الحزب الفلاني. فهكذا تم تقسيم المحاصصة، هي محاصصة في السرقات وفي الجرائم وفي التخريب الاجتماعي. فمجلس الحكم أول مؤسسة إجرامية في تاريخ العراق للأسف الشديد. يعني أنا عندما يعني تحدثت عن هاي 500 يوم وحضرتك قلت إن المجتمع، وقلت إنهم ربما كانوا يعني لاهين في أمور أخرى لم يتدخلوا في المجتمع، لأن القاعدة تقول أستاذ وليد، وأنت يمكن تعرف هذه القاعدة أكيد، الطائفيون عندما يكونون في يعني في الحافات البعيدة لا يؤثرون بقدر ما عندما يكونون في المركز، عندما يتحولون إلى المركز هنا تكمن خطورتهم. يعني كانوا لاهين في قضايا كثيرة، سرقات وقتل واغتيالات لتأمين أرضية فيما بعد للدخول في المجتمع والضغط على النسيج الاجتماعي. هذا أعتقد الذي حصل، ولا أنت ترى الصورة غير شكل؟ وركزها مجلس الحكم عندما جاء بهؤلاء كلهم مستندين إلى طائفة، إلى إثنية، إلى يعني هذه التقسيمات الإثنية والطائفية التي قبلوا بها، وقانون إدارة الدولة اللي فيلدمان كتبه وترجمه. هل هذا الذي حصل؟ دكتور بالقراءة
يعني القراءة ليست يعني استقرائية، يعني ليس في وقت مبكر ولكن في النتائج، ليس في المدخلات. نعم. يمكن القول أنه السياسيين كان عندهم قناعة يعني عملوا مع الاحتلال وجاءوا من الخارج بأن هم يريدوا أن يصلوا إلى فتنة طائفية. دكتور علي الوردي رحمه الله عالم الاجتماع العراقي المعروف يقول كلمة: الطائفيون بلا دين. نعم. إذا الطائفيون بلا دين بمعنى هم يريدوا أن يثيروا الفتنة الطائفية لكي يحتموا بها. فكانوا يعتقدون أنه مجرد زوال السلطة في العراق ستكون هناك فتنة طائفية. الفتنة الطائفية تبدأ بالخلاف، تنتقل إلى القتل والدماء، وتنتهي مرحلة أخرى إلى تفريغ مناطق وعمل كانتونات، هؤلاء سنة وشيعة. هذا الأمر يحتاج إلى سياسيين يحمون الطائفة، فسيكون الناس في العراق يلتزمون برموز طوائفهم لكي يحتموا بهم، يعني صير تخادم، والذي يكسب هو السياسي. تفاجؤوا، لماذا أنا أحدد شواهد أذكرها، تفاجؤوا أنه انتهت الحرب وانتهى، لا يوجد ولا رجل أمن واحد في العراق، ولم يحصل يعني مشكلة بين واحد وجاره، لا سنة ولا شيعة، وحتى الأكراد ما صارت مشاكل وياهم. وبعدين قد لا ينتبه العراقيون أنه تحصل زيارة أربعينية، وأذكر بين 4 إلى 5 ملايين كما أعلن في وقتها في كل العراق يروحون مشات إلى الزيارة للإمام الحسين عليه السلام، ولا يحصل حادث أمني واحد. هاي هم يعني هم كانوا ينتظرون أن تحصل فتنة. بعد ذلك تم عمل فتنة ومحاولة إشعالها في عام 2005 من قبل المغاور الداخلية، وهي معروفة، وصولا إلى تفجيرات سامرة. لحد الآن يحاولون، لكن أنا أعتقد أنه القناعة المبكرة عندنا بأن المجتمع العراقي متماسك الآن، هم بعد أن يأسوا أصبحوا على مقربة منها. فالأمر متشعب، ولكن بالدليل القاطع، عندما أي دولة في العالم لم يحصل أن دولة بلا سلطة وبدون مشاكل. يعني أعيد أذكر، في ذلك الوقت عشرات مليارات الدولارات فقط في الشورجة في بغداد وفي شارع السعدون، وأنا كنت تستضيفني فضائيات. نعم. فضائية العربية في المنصور، وإحنا في الرصافة بيتنا، أني أروح وأرجع ساعة بالوحدة بالليل. في ذلك الوقت ليس هناك سيارة شرطة واحد أبدا، أحيانا تكون دبابات أمريكية، وهذه المناطق فارغة تماما ولا حارس واحد. فاني هذا قصدي، انه لازم نستذكر هاي الصوره لنا واللي سبقونا والاجيال الاخرى. طيب استاذ وليد، هي احنا يعني ربما قفزنا الى عام 2006، لكن هاي 3 سنوات اللي مضت يعني من احتلال العراق شهر الرابع 2003 لغايه 2006، تفجيرات في الشهر الثاني، تفجير قبه المرقدين في سامراء، وقيام عمليات حرق لمساجد وقتل وجرت عمليات من هذا النوع. هذه 3 سنوات كيف تراها؟ يعني ما الذي كانوا يعدون له؟ يعني نحن الآن لا نتحدث عن المقاومة، سنبدأ حديثنا عن المقاومة بعد ذلك، لكن على الجانب الآخر ما الذي كانوا يعدون له وصولا إلى حادث تفجير سامراء اللي حصل؟ هذا لم يكن حادثا يعني كما نراه اليوم عشوائيا غير مخطط إليه، كان مخطط إليه بشكل واضح جدا لإثارة هذه القضية. هاي 3 سنوات ما الذي كنت تراهم؟ جاء غارنر ذهب، جاء بول بريمر، جاءت حكومة علاوي جعفري، هذه كلها أحزاب ميليشيات بدأت تظهر إلى الشارع. هاي 3 سنوات وصولا إلى 2006 كانت مفصل خطير جدا في الاحتلال، وكانت سنة ثقيلة جدا من سنوات الثقيلة للاحتلال، كيف تراها؟ هناك مصلحة للسياسيين تكون فتنة طائفية كما قلنا،
لكي يكون هم زعماء منقذين أو حامين لطائفتهم. نعم. من السنة والشيعة. وأصبحت هناك مصلحة لأمريكا بأن تكون هناك فتنة مناطقية وطائفية بعد أن ظهرت المقاومة وتصاعدت، فصار هنا تخادم بين الطرفين أنه الفتنة الطائفية تخدمهم. فتنة الطائفية طبعا ستشغل المقاومة، وعندما تنشغل ينشغلون بالفتنة الطائفية، إما أن يبتعدوا عن ضرب القوات الأمريكية، أو ربما مخططهم يوصلون إلى مرحلة الناس تطالب الحماية من القوات الأمريكية. يعني ألا أفهم من هذا لو لم تندلع المقاومة لما فكروا بالفتنة الطائفية؟ الفتنة الطائفية أساس مشروعهم. نعم. ولكن أساس مشروعهم مبني على كما قلت فرضية أنه بعد انتهاء السلطة السابقة ستبدأ هناك فتنة. الفتنة كما حصلت في لبنان، كما حصلت في رواندا، في البوسنة، تأخذ مديات سنتين، ثلاث سنوات، ستة أشهر، المهم تسيل فيها دماء كثيرة. من يحل هذه القضية؟ من تكون فتنة عشائرية، شيوخ العشيرة يحلوها. من فتنة في منطقة خلافات ونزاعات، وجهة المنطقة يحلوها، وهم الزعماء. من نصير على مستوى بلد والمتصدر الواجهة هم سياسيون من الطوائف وليس كفاءات كما يعرف الجميع، فالفتنة كانت مهمة بالنسبة لهم، يعني مشروع. ولهذا كان مؤتمر لندن وبعدين مجلس الحكم، أنت عندما تضع صورة نظام حكم فيه تقسيم طائفي، إذن تريد أن يكون اصطفاف طائفي خلف هذا الاسم وذاك الاسم. فكان التوقع الأول أنه ستكون الفتنة طبيعية ويكون هناك اقتتال بعد الاقتتال كما الحال الآن في لبنان. في لبنان من مؤتمر الطائف لحد الآن وحتى قبله، يعني من 75، لأنه بلد يعني اعتمدوا السياسيين مالته موضوع الخلافات والدماء، أصبحت لبنان تحكمها عوائل، عائلة فلان، عائلة فلان، عائلة فلان. الآن ترجع العائلة هي اللي العوائل اللي تحكم، ظلت تحكم. هذا يؤدي بالبلد أنه يصبح بلد متأثر بالخارج ولا يمكن أن يؤثر بالخارج، وهو أضعف حلقات أي حكومة وأي بلد. يعني تنتهي شيء عند السيادة الحقيقية والتنمية، نحن نتحدث عن التنمية. فعندما يعني صدموا بأنه لم تحصل فتنة بين العراقيين مباشرة بعد الاحتلال، بدأ الإعداد لمرحلة أخرى. قلت الأمريكان بحاجة لهذا. متى أصبح الأمريكان بحاجة؟ يعني إذا تلاحظ حضرتك خلال 500 يوم كان حتى تحركهم قليل. يعني الأمريكان أصبحوا بحاجة بعد أن اقتنعوا أنه بعد معركة الفلوج الأولى نهاية آذار بداية نيسان 2004 أنه لا، هناك مقاومة حقيقية، بحيث مدينة الفلوجة صغيرة رجال بيها منعوهم، منعوا القوات الأمريكية العملاقة من دخول المدينة. نعم. بدأت مرحلة أخرى من العمل الأمريكي، جاءوا بجون نيجروبونتي الذي أصبح سفير لاحقا في العراق، وهذا اختصاص إثارة الفتن في بلدان أمريكا اللاتينية. اختصاص معروف، يعني هو يذهب إلى مجتمع آمن. كان يؤسس الميليشيات هناك في أمريكا اللاتينية، نيكاراغوا وغيرها. نعم. فجاء في العراق لهذه المهمة، أن يؤسس ميليشيات ويثير الفتن بين العراقيين حتى يصير اقتتال. لكن الميليشيات قبل هذا كانت موجودة على الساحة العراقية. دكتور أنا أتحدث عن الميليشيات اللي تثير الفتنة، كانت الميليشيات تقتال موجودة. نعم. ولكن من جاء مع نيجروبونتي؟ جيمس ستيل. نعم. هذا الجنرال يعني الغامض، عملت عنا البي بي سي دوكيومنتري معروف. هذا كيف كان يوجه فرق الموت لإثارة الفتن بين العراقيين، وهذا أيضا اختصاصه يثير الفتنة. فعملوا نيجروبونتي أسس لقوتين. هم ليش أقول الفتنة من المحاصصة؟ وزارة الداخلية للشيعة، وزارة الدفاع للسنة. نعم.
فعملوا مجموعة بدأ تدريبها عراقيين دربوهم في وزارة الداخلية لتهاجم السنة وتثير الفتنة، ومجموعة أخرى في وزارة الدفاع مهمتها على المناطق الشيعية. طبعا هذه سرية جدا ولكن كشفت لاحقا، وما سمي بمغاور الداخلية كان في خدمة هذه الفرق، فاستمروا بها نهاية 2004 وبعد معركة الفلوجة الثانية وقبلها معركة النجف أيضا في شهر 8 2004. نعم. صار قناعة أنه يجب أن ينقلوا الأمر إلى تطبيق. التطبيق إثارة الفتنة كان المغاور الداخلي في 2005، وكانوا بالمناسبة وهي عرف الكثيرون المغاوير يعتقلون شخص من مناطق المختلطة في بغداد ويعذبوه تعذيب بشع ويخبروه أنه أنت اللي أبلغ عليك جارك الثالث أو الرابع، يكتشف أنه جار الثالث أو الرابع من طائفة أخرى. هذا عمل منظم حتى هذا يطلع يسوي مشكلة وذاك يطلع يسوي مشكلة وصير صدامات وصير فتنة. طبعا وصولا إلى نهاية 2005 بداية 2006 حصلت تفجيرات سامراء في 22 شباط 2006. نعم أستاذ وليد، أيضا ربما يعني الحديث عن هذه الفترة يجعلني أيضا أتحدث عن في تلك الفترة بدأت تشكل قوى مناهضة مباشرة بعد الاحتلال، يعني قبل الحديث عن المقاومة، المقاومة انطلقت بشكل سريع، لكن ربما نقفز سنضع يعني الحديث عن المقاومة بعد هذا. أقول إذا أتحدث عن القوى المناهضة للاحتلال، كنا دوما تحدثني الآن عن رؤيتك أو شهادتك عن القوى التي احتلت العراق وتحركت ودمرت وخربت وبدأت تضغط وتثير الطائفية لغاية 2006. أريد أيضا بالموازاة مع ذلك القوى المناهضة للاحتلال، كيف بدأت سمات هذه القوى؟ احنا قبل الاحتلال لم يكن لدينا أحزاب، لم تكن لدينا قوى سياسية، يعني كان المجتمع مغلق على حزب واحد و لم تكن هناك قوى سياسية، لم تكن لدينا أحزاب، لم تكن لدينا جمعيات سياسية توجهات، يعني ربما في تاريخنا الحديث بعد تشكيل الدولة العراقية كانت هناك أحزاب وكانت، لكن بالعهد الجمهوري تقلصت هذه القضية وصولا إلى الاحتلال لم يكن لدينا. كيف وجدت يعني المجتمع العراقي يعني يكون أو يصنع هذه القوى التي فيما بعد رفعت راية أو من البداية رفعت راية المناهضة للاحتلال وفيما بعد للعملية السياسية ولكل هذه الظروف، كيف كنت تراها وما هي الخطوات يعني كيف وصلت أنت قريبا منها وكنت مندمجا معها وكنت جزءا منها؟ نعم. الحقيقة يعني أي قوة مناهضة لأي سلطة وخاصة إذا كان احتلال تحتاج إلى الثنائية القطبية، لأنه حصلت التجارب السابقة وكانت تظهر قوى معارضة مقاومة حتى، فالذي يظهر في الدول التي تحتلها مثلا الاتحاد السوفيتي يكونون مدعومون من الغرب وأمريكا. نعم. يعني مثلا من الاتحاد السوفيتي في 1979 احتل أفغانستان، طلعوا أطراف يقاتلوهم وأكو دعم لهم من الغرب من أمريكا. من فيتنام احتلوها الأمريكان، طلعت بيها فيتنام الشمالية جماعة هوشمن مدعومين من الاتحاد السوفيتي. الجزائر سواء كانت كثيرة وفلسطين. أخطر شيء في التجربة العراقية، ونحن نتحدث الآن عن المناهضين والقوى المعارضة، نعم، أنه أمريكا وحدها تقود العالم وتأمر العالم، ولهذا عندما يكون مشروع أمريكي في العراق أي شخص يفكر يريد يكون مناهض بشكل صحيح يحسب 1000 حساب، عفواً من يسمح له أن يكون، إذا تعرض للمطاردة أي دولة تستقبله من يسمح له بالحديث؟ ولهذا كان الخوض في هذا المشروع حقيقة معجزة أو مشكلة كبيرة. نعم. يعني أنت كل الدول العربية الذي لا يعطي الولاء الكامل للأمريكان
واقع تحت سلطتهم أو يتخوف منهم، كذلك الدول الإسلامية ودول العالم الأخرى. أمريكا وحدها في الساحة واحتلت العراق، فكانت معضلة حقيقية أمام من يناهض. ربما أنا في وقت مبكر، يعني كوني شخص واحد، يعني أتيحت لي فرصة، يعني لم يعطوني الفرصة هم يعني حبا بأن أكون صوت ضد الاحتلال، لا أبدا، ولكن حضرتك إعلامي ومختص بالإعلام، الإعلام حتى تكون إلى مصداقية يحتاج رأي آخر. نعم. الفضائيات كان عددها مو قليل، بس ليس بهذا العدد، ولكن كانت الفضائيات جزيرة، وكان أبو ظبي والعربية وأم بي سي وكثيرة أخرى فضائيات، كانت تنقل يوميا بيانات الجيش الأمريكي وبيانات الحكومة ونشاطاتهم. بالمقابل كانوا يبحثون عن واحد يمثل الرأي الآخر حتى يكون موازنة. لهذا كان يعني أنا مثلا في أحد الأيام يستضيفوني 7-8 فضائيات أو 10 وإذاعات. البي بي سي كانت مسموعة جدا، يوميا أنا ضيف البي بي سي على التليفون، إذاعة كان. هذه كان لأنه أكو حاجة كان صوتي يظهر، وربما شجع آخرين، وبدت تظهر شخصيات أخرى في ذلك الوقت في وسائل الإعلام في الفضائيات. أنا أعتقد هم حاجة للشخصيات وليس يعني لدعم مشروع أو طرح ضد الاحتلال. يعني على المستوى الفردي أستاذ وليد، أنت يعني هكذا ممكن أن أتصورها، أنت يعني عملت على التناقضات هذه واستغليت الساحة في يعني بحاجتهم إلى طرف نقيض لهم، فدخلت هذه الساحة. هو حقيقة خلي يعني ليس سر، كانوا كثير من العاملين في الفضائيات متحمسين للعراق ولقضية العراق، وكانوا يعني هم يخبروني يقولون ترى الموضوع هم محتاجين هذا، يعني لا تتردد أو تخاف أو لا، هم محتاجين. وبدت حقيقة ظهرت بالبداية طبعا قليل جدا، يعني من الشخصيات اللي ظهروا في وقت مبكر ضد الاحتلال الشيخ جواد الخالصي، رئيس المدرسة الخالصية في الكاظم، وكنت من أشوفه أفرح، ما كنت أعرفه يعني ما بتقبي. الشيخ حارث الضاري رحمه الله أيضا من الشخصيات المبكرة اللي قامت تظهر، يعني كنت أشاهدهم وأفرح. وبعدين هذا الموقف جمعنا في فترة لاحقة، يعني أصبحنا صوت متطابق إحنا بالأساس، يعني لا نحتاج تفاهمات، نحن عندنا قضية واحدة، هذا احتلال، احتلال خطير، كل ما ينتج منه مسيء ومضر بالشعب العراقي، ولهذا كنا متفقين على طول الخط. فبدأنا نلتقي، تفضلت حضرتك. يعني ربما أستاذ وليد لندع يعني تفاصيل كل هذه اللقاءات والقوى التي ربما تعدد لي إياها، ربما تحدث لي الآن سندخل إلى هيئة علماء المسلمين في العراق، كيف كانت واحدة من القوى، مؤتمر تأسيسي، بهذا الاتجاه للحلقة القادمة. وقت هذه الحلقة انتهى، أشكرك شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، الشكر موصول لكم، ألتقيكم في حلقة أخرى، هناك أحاديث كثيرة عن تلك الفترة ما زالت لدى الأستاذ وليد الزبيدي، سيحدثنا بها ويروي شهادته. إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم.